رجعنا لنتابع فقراتنا من صباح اليوم، وهلا وصلنا لموضوع يعني هو اسبوعي. كل جمعه تسعيره جديده للبنزين، للمازوت، لقنين الغاز. كل جمعه في ارتفاع جديد، 6000 7000 10000. اذا بدنا نفكر بالرقم لحاله منه رقم كبير، اذا بدنا نجمعهم بشكل تراكمي بتكون فرقت بشكل بخوف من 1500 لليوم. طبعا يعني هذا الارتفاع باسعار المحروقات مستمر، طبعا عالميا في تغيرات ومحليا في كوارث. خليني اقول لنطلع اكثر على هذا الموضوع بفقره هلا وقتها رح يكون معنا عضو نقابه اصحاب المحطات والمحروقات السيد جورج البراكس. صباح الخير استاذ جورج. صباح النور لك وللمشاهدين الكرام. يعني اليوم تسعيره شفناها اسبوع الماضي او باخر تسعيره لقلنا، كنا شفنا زياده على البنزين 10000 ليره. بدنا نعمل هيك جوله عامه نحن وياك، شو الاجواء يعني بين مصرف لبنان والتعامل مع الشركات المستورده للمحروقات، وايضا الازمه العالميه وارتفاع سعر المحروقات، وايضا يعني مشكله طوابير، ما في طوابير. خبرنا شوي بس نحن، انا ما بشوفه عجقه عم حطات البنزين هلا، لانه عن جد البنزين صار معاش، صرنا نحن نشتغل لا نقدر نجي على الشغل، بس هالقد. خبرنا اكثر بس بهذا المجال نحن شو وضعنا ولوين واصلين. خلينا اول شيء نبلش بالوضع اللي نحن فيه قبل ما نحكي بالمستقبل. نحن اليوم صحيح تنكيت البنزين والمازوت يعني المحروقات كلها طلعت اسعارها من يومين، وجدول تركيب الاسعار بلش عم يصدر مرتين بالاسبوع لحتى يقدر يواكب تقلبات سعر صرف الدولار. ونحن شهدنا بالاسابيع الماضيه تراجع باسعار المحروقات او اسعار النفط العالميه، لانه كان في تخوف من انتشار المتحور الجديد الاوميكرون. نعم. وخوف، في تخوف من عوده الانكماش على المستوى الدولي بالاقتصاد الدولي. صار في عدم طلب على النفط، ونزلت اسعاره، نزلت العقود اللي كانت نزلت اسعاره. اليوم رجعنا عم نشهد نحن ارتياح وانتعاش مجددا على مستوى الدول. ليش؟ لانه تبين انه الاوميكرون منه فتاك، صحيح بينتشر بسرعه بس منه فتاك، ورجع الطلب على النفط، وهذا رجع زاد اسعار البرميل. هيدي بس لنفهم شو اللي بده يتحلل. نعم. بعدين مشان هيك فرقت هالتمرير. اليوم نحن بجدول تركيب الاسعار، جدول تركيب الاسعار بياثر فيه عاملين، سعر النفط بالبورصه العالميه، نفس الوقت بالداخل سعر صرف الدولار اللي عندنا. نعم. نحن بيتاخذ رحت الكونكشن من عند السيد جورج براكس، حنرجع نتواصل معه بهذا الوقت. طبعا يعني اللي بدي اقوله بهذا الاطار انه اليوم عن جد الاسعار تغيرت بشكل كثير كبير. كنا اول شغله يعني كنا بقينا بعد ما بقينا لسنوات طويله نحن اليوم على تسعيره واحده لتنكه البنزين، على سعر واحد لجره الغاز. اليوم جره الغاز قربت تصير، ما عندي بقى رقم محدد لانه صار هيك الوضع بضيع، فوق قربت على ال 300000 ليره. رجع معنا السيد جورج، تفضل تابع. اي نعم، هيدا الانترنت بعم معدل الاربع اسابيع على اسعار النفط العالميه بياثر بيتاخذ بالجدول. نحن شدنا الاسبوع الماضي والجدول اللي من يومين واللي قبله تأثير هالتراجع بأسعار النفط اللي نزل البرميل لتحت ال 70 دولار. نعم. وقتها مشان هيك يعني كان عندنا بلبنان سعر الاستيراد بالدولار كان عم يتراجع، ولكن شهدنا ارتفاعات. الارتفاع اللي صدر بالجدول من يومين صحيح اجى من بعد تراجع بالاسعار اذا بتتذكري الاسبوع الماضي. ليش؟ لانه الاسبوع الماضي كان سعر صرف الدولار الثابت، صار في تراجع بالاسعار العالميه، تراجعت تنكه البنزين. امبارح من يومين تراجعت تنكه البنزين، سعر ال 1000 لتر تراجع 11.40 دولار بالجدول، ولكن بما انه سعر صرف الدولار، السعر اللي حدده مصرف لبنان طلع لحدود ال 21.300، كان محتسب 20.400، والسعر السوق طلع من ال 24.900 ل 26.750، شدنا ارتفاع تانك البنزين 10700 ليره. صحيح. هيدا بس للمشاهد يفهم كيف بتصير الحسابات، ولحتى لانه عم نسمع كثير
في سرقه وفي احتكار وفي ما بعرف شو، لا الحسابات بتصير بهيدي الطريقه ومحدده وفي جدول ثابت. وقت كانت التنكي ب 40,000 وهلا التنكي ب 318,000 نفس طريقه الاحتساب. للمستقبل شو بده يصير؟ شو بده يصير؟ للمستقبل مثل ما قلنا نحن اسعار النفط العالميه يعني ارتفعت شوي لانه صار في ارتياح انه اوميكرون ما راح يكون في التاك وما راح يكون في تاثير كبير على الاقتصاد الدولي. عندنا بلبنان للاسف سعر الدولار عم بيحلق، صاروخ وطاير بالجو وماني عارف يعني كيف بده ينلجم، عم بيدمر باقتصاد البلد، عم بيدمر بحياه مجتمع وشعب بامه وبابوه، وخصوصا انه نحن مرتكزين على منصات ما بنعرف مين هي، يعني الدوله والحكومه ومصرف لبنان الكل بيقول لك هاو منصات ما بنعرف مين هن، بس هودي ما اللي ما بنعرف مين هن واللي هيدا واحد تخمين قاعد ورا السيلولير تبعه او ورا اللابتوب تبعه وبيعدي ساعه البد الساعه 11 12 بالليل بعد الظهر وبيحط سعر الدولار على على طريق على على ذوقه، بس هيدا عم بياثر على حياتنا وكلنا معتمدينه بالبلد وعلى اقتصاد. هلا نحن اليوم شفنا انه الدولار طلع فوق 28 ونص اليوم صحيح. عم يشتغل بالرغم من الاجراءات اللي اخذها امبارح مصرف لبنان ما اثرت، هديت كم ساعه رجع طلع الدولار. بكره شو بده يصير؟ بكره في جدول نهار الجمعه، بهيدا الجدول شو متوقع يصير فيه؟ يعني على التقديرات والحسابات اللي عملتها شوي قبل ما اطلع معك هيك تقريبا بدها تزيد تانكة البنزين تخمين تقريبا بحدود 12,000 15,000 حسب مصرف لبنان. اذا مصرف لبنان، مصرف لبنان معتمد اليوم 21,300 سعر صيرفه بالجدول، ومصرف لبنان عم بيأمن 85% من قيمه الاعتمادات. اذا بكره انتقل ل 22,300 مثل ما طلع بين من عندهم اليوم سعر صيرفه، اذا اعتمد منصه صيرفه مثل ما هي، وإذا ال 15% احتسبت على 28,000 بتصير التانكي فوق 330,000 332,000، بس هيدي كله شرط، كله حسب مصرف لبنان كيف بده يعتمد سعر الدولار، كيف بده يبلغ المديرية العامة المرفع يعتمد سعر الدولار. بس التوجه والمسار للمستقبل للأسف وللأسف مش نحن اللي عم نزيد، وبنلاقي تعليقات اوقات على السوشيال ميديا انه البراكس ان شاء الله ما بعرف شو التوجه، هيدي مش تمنيات، هيدي تحاليل وحسابات وعم نوصل لها. بالعكس التمنيات انا اللي بتمنيها وكل قطاع المحروقات بتمنيها وكل اصحاب المحطات بيتمنوها انه ترجع تانكة البنزين لل 25,000 30,000، لانه نحن ربحنا على التنكي بالكميه، اذا كان تنكي حقها مليون او حقها 40,000 الربح هو ذاته، وهون سمعنا عم نقاتل بالجعل لانه احنا جعلتنا كان الدولار فاصل 26 من 2015 اليوم صارت 47 سنس، وكل مشترياتنا وكلفتنا التشغيليه هي بالدولار. المهم نحن على مسار ارتفاعات للمستقبل لانه الدولار عم يرتفع لانه سعر برميل النفط كمان ارتفع. يعني للمستقبل اللي شايفه. نعم، استاذ جورج، يعني اللي بفهمه منك هلا انه نحن نتوقع انه بكره سعر تنكة البنزين حيصير 300 في حال دائما بقول في حال لانه بياخذ 100 دولار. في حال مصرف لبنان حدد سعر صيرفه بدل ال 21,300 22,300 نعم. وفي حال المديريه العامه للنفط اعتمدت 28,000 سعر الدولار على 15% نحن بنوصل فوق 330,000 وهذا الشيء كمان بياثر على المازوت والغاز وعلى الغاز على كل شيء بياثر اكثر على المازوت بياثر اكثر على الغاز لانه على المازوت والغاز السعر الدولار بيأثر على 100% لأنه كلنا بنعرف أنه المازوت والغاز استيراده صار 100% على عائد شي الشركة. طيب هون إذا بتسمحي لي كمان للمستقبل كمان نبه أنا لا مستقبل أستاذ جورج، لا مستقبل إذا هيك الوضع، لا مستقبل. يعني اليوم الناس صارت عم تحمل أنينة الصحة تتعبي فيها لتقدر تدور صوبيا بالبيت، غير هيك الناس قاعدة على العتم ووضع مزري. طبعا هذه المسؤولية ما بتوقع على عاتقكم، بالآخر أنتوا مثلنا مثلكم، خليني أقول اليوم في دولة لازم تاخذ مبادرة لتقدر تساعد هذا الناس، لأنه اليوم المازوت والبنزين والغاز هن أساسيات، منن بارفان، منن بيان دو لوكس، ومنن سيجار، ومنن رفاهية.
رفاهيات هن اساسيات الناس بحاجه لهم، ونحن هلا بلش الشتاء وبلش عن جد البرد، اذا ما فكرنا بالعاصمه بيروت بدنا نفكر بكل القرى والمدن، عن جد في مشكله كثير كبيره عم بيعانوا منها العالم وما بعرف لوين واصلين فيها. بدي استفسر منك بس انا عن شغله صغيره عن نقطه اليوم بهيدي المرحله اللي اسمحي لي بالاماليه يعني بمحبه، خليني اعطيك، انا حكيتي بموضوع له علاقه بالتدفئه، نعم، بتحكي بقنينه صحه بلاستيك روحي عبوها ليدفوا فيها بالصوبيا. صحيح. هلا ما بعرف اذا اهل بيروت بيعرفوا شو يعني الصوبيا، بس كلنا اولاد الجبل نحن ربينا حول الصوبيا، ربينا حول الصوبيا، والصوبيا لها طاسه من فوق بتعبيها مازوت. نعم. كلنا نحن كلنا نحن ربينا حدا ودفينا على بالجبل. هيدي الصوبيا كل بالنهار الصوبيا وحده دايره بد على القليله تعبي لها الطاسه مرتين او مرتين ونص بالنهار، يعني بد على القليله الطاسه بتساع 5 6 لتر، بد على القليله نص تنكه مازوت بالنهار صوبيا الوحده، عاده بكل اوضه بتحطي صوبيا. نحن عملنا دراسه صغيره في حال بالجبل، وانا انا ابن جبل كمان بعت الهم اولاد الجبل بالجبل، في حال اشوف بس قديش كلفه التدفئه على رب العائله، بس في حال ولع صوبيا وحده بس بالبيت، صوبيا وحده بس بالبيت ليدفوا حبة الاولاد، وهيدي بالجمعه صرف 4 تنكات مزبوط، وفي حال استعمل تنكه بنزين بالجمعه ليروح ويجي كلفته بالشهر 6,700,000 ليره. نعم، 6,700,000 ليره هيدي بس ليدفى بصوبيا وحده، وتجمعوا كلهم بغرفه وحده وليحب تنكه بنزين بالاسبوع لحتى يروح ويجي يجيب اكل وشرب ويروح على شغله. شوفي قديش اهالي المناطق الجبليه عم بيعانوا. صحيح. مثل محطات الاطراف اللي عم بتعاني، اللي كانت تبيع، نحن اليوم تراجع استهلاك البنزين بحكم ارتفاع الاسعار، بحكم تراجع القدره الشرائيه، تراجع ما بين ال 40 وال 45 في مناطق 50%. اول متضررين منها هن محطات الاطراف اللي كانت اصلا بعزها، كان تنكة بنزين ب 20 و25 الف ليره، كان يبيع هو 1000 1200 1300 لتر، يعني 50 تنكة و60 تنكة بالنهار، اليوم انجع عم ببيع 300 و400 لتر، ما بيطلعوا له ما بعرف شو، ما بيطلعوا حق الخبزات. صحيح. كلنا عم نعاني ونحن جزء من هيدا الشعب. هيدي بس بانتر بارانتيز للي شوي بينتبه. في محطات بنزين يعني عم تاخذ قرار انها تسكر، لانه هلا عن جد بتمرق على المحطات بتصير للحظه بتفكرها مسكره المحطه لانه ما في حدا واقف هونيك، الناس يعني عن جد الا للحاجه الضروريه اليوم عم تعبي بنزين. اليوم عاده يعني خليني كنت عم نحكي هيك عن الكره والضيع، الناس بالعاده بتطلع هيك بتعمل بالضيعه لانه ما في كثير خيارات يعني للترفيه، بتعمل هيك زوره بالسياره، لما توصل هيك لعشيه اول ما تعتمد الدنيا سيد جورج بتلاقي نص البيوت مطفايه، ما في حركه يعني شبه معدومة بالطرقات لأنه الناس اليوم ما بتظهر بالسيارة إلا للضرورة الملحة. اليوم هل في كمان أصحاب محطات عم ياخذوا قرار يسكروا محطاتهم لأنه ما في مدخول وما في دولار وما في خليني أقول يعني إقبال على التزود بمادة البنزين؟ 100% لعدة أسباب. أول شيء لأنه استهلاك البنزين خف، لأنه قطعنا بأزمات كثيرة، ولأنه أصحاب المحطات عانوا الأمرين ونضلنا كثير وقاتلنا. بعدني عم قلك لانه كان جعلتنا دولار 26 اليوم صارت 47 سنت، وقتلنا لحتى نعدل بهيدي الجعاله، واصحاب كثير اصحاب محطات كثار اضطروا يسكروا محطاتهم ينتقلوا على غير شغله، شيء يعني عمل محل خضره، شيء عمل غير شيء، ليش؟ لانه ليحددوا خسائرهم، لانه ما بقى المحطه تقدر تقوم بواجباتها تجاهه وتعملوا عائلته. بنفس الوقت الاستهلاك خف كثير، شوفي بعدك عم تحكي الطرقات فاضيه، يعني كان اعطيكي مثل، كنا نحن انا مثلا شخصيا كنت انا اتفادى الماكسيموم انه روح نهار احد مضي نهاري من بعد نهر الكلب. ليه؟ لانه بالرشع بس بدك ترجعي في عجلة كبيره مسكره لحدود الكازينو. نعم. شايف؟ طيب تروحي اليوم احد الماضي انا كنت هونيك وهذيك المنطقه واجي الطرقات فاضيه. صحيح. على صفرين انت وجاي. اثنين
كان اللبناني بالعطلة نهار السبت نهار أحد ياخد عائلته يطلع من بيروت مثلا ما بعرف على الزعرور يقضي نهاره هونيك يتغدوا يرجعوا ينزلوا ينبسطوا بالمشوار ويقضوا نهاره ويتغدوا وينزلوا. اليوم صار بيحسب بيقول لك أنا طالعة والناس دي بدها تكلفني تانكة بنزين صحيح 300,000 بعد ما حطهم بنزين حط فوقهم 200,000 رح تغدى أنا وياهم ببيروت صحيح. حكما المجتمع اللبناني والشعب اللبناني مضطر يعدل بكل طريقة حياته بكل وسائل علاقاته الاجتماعية. وأنا مستنظر يعني بعدين هوني كمان ما لها علاقة بالمحروقات بس هذا بالدراسة المجتمع أنه بكرة من بعد أنا حشري أعرف بعد سنة سنتين شو الانعكاسات السلبية البسيكوسوسيال على المجتمع اللبناني اللي ما قدر ظهر برات البلد راح يكفي شغله واللي بقي وناضل وضل هوني صامد لأنه ما عنده غير حل. نحن الشعب اللبناني معودين نعيش برفاهية على الكرم معودين نعيش برفاهية وبكرم بهذه مناسبة الأعياد هدايا للكل وطوق كبير وكذا. اضطر رب العائلة وست العائلة والأولاد وكل الفرد اللبناني طلع يعدل بكل حياته بيروحوا على مطعم ياكلوا بعضهم بده يدفع الفاتوره صحيح. اليوم مش انه صار كل واحد يا اخي يشوف اذا صار طلباتهم غير شيء وما بقى يروح دوك في انعكاسات على 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 الحياه الاجتماعيه نعم. بدها تاثر على نفسيه الفرد اللبناني وحكما بكره الاختصاصيين بيعملوا دراسات بهذا الموضوع بنشوف نتائجها. نعم استاذ جورج يعني انا اول شيء بدي اتشكرك وبدي هيك عقب على اللي حضرتك كنت عم بتقوله هلا انه فعلا اليوم كل نظام حياتنا وشكل حياتنا تغير بالفتره الاخيره. بتزعل اليوم لما عن جد نحن ناس كنا معودين نكون كرمه سفرتنا كثير كبيره ونتقاتل فعلا مين بده يدفع الفاتوره وبنحب هيك ننبسط ونكون كل اللي حوالينا مبسوطين. مؤسف اليوم انه تتحول هواجسنا او بالاحرى احلامنا لهواجس صغيره لها علاقه بقديش لازم اطلب واذا بكفوا المصاري او ما بكفوا وإذا بدفع بالكارت ولا بيقبلوا ياخذوا مني كاش وإذا بيقدوا المصاري وإذا قدي حق أو إذا غالية. صرنا بطلنا نطلب الأشياء لأنه منحبها بنطلب الأشياء إذا بتناسب جيبتنا أو لا. مؤسف يعني. وطبعا هذا الشيء إذا بيبلش من الأكل بيكمل على البنزين والمزوط والطرقات والتعليم والطبابة يعني للأسف أنه نحن الشعب اللبناني تعودنا نكون من الادمغه الكبيره بالعالم مستوى العالمي بتطلعي اكبر شرجور بالعالم اكبر هلا صرنا شاطرين بالكالكولاتريس بنحسب بس من كلكل كل الوقت شو صار نحن كنا نقوم الفرد اللبناني الصبح يطلع شو بده ينجز شيء جديد شو بده يشتري بيت لاولاده شو بيشتري سياره شو بده يكبر مصلحته شو بده يخترع شيء شو بده صار بيقوم همه كيف بده يامن تانك بنزين كيف بده النهار صحيح اكل وشرب كيف بده يامن معاش وما بكفي جمعه وشرب لاولاده ومدارسهم هيدا مجزره عم بيصير نعم. بحق الشعب اللبناني هيدا الشعب اللي اليوم عايش ماساه عن جد ماني عارف كيف قاعدين ما حدا عم يعمل شيء نعم. ما حدا عم يعمل شيء يعني انا التصريح اللي طلع من صندوق النقد الدولي انزعجت منه كثير خوفني اللي طلع من يومين اكيد نعم. حضرتك طلعت الوعي كل اللبنانيه طلعوا عليه شو معناتها صندوق النقد يقول نحن هلا منا حاضرين نفاوض بس يصير نعم. في حكومه فعاله وقدرت تنفذ اللي بنتفق عليه بنرجع على المفاوضات نعم. يلا وينعد عليكم هلا نحن فاكانس دونويل شو يعني هيدا شو يعني نعم على كل حال استاذ جورج نحن نتمنى يعني انه على الاقل يهدأ اسعار المحروقات من هون لنمضي فتره الاعياد